نقطة الضعف لدى فريق القوة الجوية اليوم وين شاهدتها؟ ما على المستوى الشخصي أشوف يعني ما احترامنا للحارس أمجد رحيم، لكن القوة الجوية في هكذا مشاركة يحتاج إلى حارس خبرة أكثر من أقطاع عديدة شفناها حتى في مباراة التعاون السعودي. هذا الحارس ما أعرف هسه القوة الجوية ما عندهم حراس ما قدروا يتعاقدون مع حارس، لكن أنت وين الشخص نقطة الضعف لدى القوة الجوية؟ ابو مصطفى ليش احنا اليوم عندنا لاعبين خبره ويعني لاعبين اكثريتهم لاعبين منتخب وطني، يعني بشار حسن، سعد عبد الامير، كلهم لاعبين بالاضافه للاعبين المحترفين، ولكن اليوم الخطا يعني هو الخطا بشكل عام كل الفريق اليوم مو زين، يعني صراحه كل الفريق المنظومه كامله ما كانت زينه، يعني احنا ما نريد يعني نخسب بحق الفريق البحريني، بالعكس ترى الفريق اليوم البحريني الخالدية فريق مرتب، فريق مناولات سهلة، يلعب حيازة، يعني فريق منظم، دفاع منظم، لاعبين الوسط جيدين، لاعبين هجوم زين، يعني احنا صحيح اليوم الفريق القوة جوا مزيان، لكن فريق الخالدية كان فريق جيد، فريق متماسك، فريق بس احنا عندنا اخطاء مثلا يعني الحارس يعني الهدف الثاني ما يدخل، يعني صحيح هجمة مرتدة صارت وانقطعت وبداخل الجزاء بس، ولكن يعني ما يصير هدف كرة شوت بسيط راح أصل، بالإضافة للمدافعين الثلاثة قلب الدفاع ثلاثتهم لاعبين يصعدون يعني صعوبة يرجعون ينضمون يغطون، انت تلعب بثلاثة ويصعد زيد تحسين ويصعد رسلان ويبقون هذا اللاعب أرنولد آخر لاعب ويبقى أحيانا يبقى واحدة، يعني انت اكو هجمه مرتده للفريق العراق الفريق القوه الجويه صارت هجمه مرتده وانقطعت الكره من باص من اول خطا من صفا هادي راد يصير علينا على القوه الجويه هدف، اللاعبين الوسط صاعدين ما يغطون ما يرجع يغطي زين، يعني اخطاء دفاعيه كابتن كانت واضحه اليوم؟ طبعا اخطاء دفاعيه كارثيه، لان والدليل الشوط الهدف الثاني يعني ماكو لاعب انت لاعب اخر لاعب وتراوغ زين وما عندك تغطيه وتتراوغ وتنقطع من عندك الكره وتصير جول، خطا دفاعي كارثي، والهدف الاول نفس الشيء من اوله خمس لاعبين وهو لاعب واحد زين لا. وحولها صارت نقلت المفروض الحارس يطلع يحسم الموقف ما طلع نايم بالجول زي التحسين ما مغطي لعبها صارت جول، اخطاء بينه واضحه، ولكن احنا نقول الفريق ترى فريق الخالديه فريق مرتب، يعني انا أكيد. اشوف انه صعب ان تغلبه بالبحرين كابتن.